قامت وزارة الداخلية بإفادة عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم في بداية العام الدراسي الجديد. يأتي ذلك تأكيدا على أن تضحيات أبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة كأروع مثال في التضحية والفداء. مشيت بدري وكل العمر ما بيجري بتوحشني. مع بداية العام الدراسي الجديد وفي إطار الاهتمام بدعم أسر الشهداء وتوفير الرعاية لهم، قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم على مستوى الجمهورية وسط ترحيب كبير من زملائهم في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة. اليوم ده بيبقى مميز جدا عند الولاد، بيبقى يوم مختلف لأن هما بيشوفوا باباهم قدام عينيهم تاني كأن مصطفى الله يرحمه موجود وبيصطحبهم بنفسه للمدرسة. بشكر السيد الرئيس إن هو قال للضباط يجوا ويوصلوني المدرسة. النهارده أنا فرحت وده اداني حافز ليا إن أنا أكمل وأنجح بإذن الله وأبقى ضابط زي بوك. أمان عليك يا أبويا وأنت في الجنة، ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي عشان أنا غصب عني تملي بتمنى. خدني من البيت على المدرسة وعملوا لي ترحاب كبير جدا في المدرسة، وده شيء أنا فخور بيه من وزارة الداخلية. بشكر ست الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللمسة الجميلة ولمسة الوفاء للشهداء إنهم بيكرموا أبناء الشهداء أول يوم في الدراسة، وهو حس قد إيه إن بابا لسه موجود. مش بابا بس، وزارة الداخلية كلها كانت موجودة عشان تقول له إن إحنا موجودين بدل بابا وإن إحنا مش هنسيبك. يعتز أبناء الشهداء وسط هذا التكريم وحفاوة استقبالهم بتضحيات آبائهم التي تعد مبعث فخر لهم بين زملائهم والقائمين على هذه المدارس. كنت مبسوط جدا ان الضباط معايا ودخلوني لحد الفصل، ما كنتش حاسس النهارده ان انا لوحدي، حسيت ان في ناس في ظهري وبيقدروني. عشانك انت، عشان بكره، عشان ناس جايه بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح انا فادتها، مدى الحضن اللي ربك واللي قواني. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة. ده بصراحة بيحصل كل سنة من أول استشهاد باباهم، وده بيفرق معهم جدا وبيدي للأولاد دعم كويس في طول الدراسة. يا شمس بلادي عمرك ثانية ما تغيبي، هكمل رحلتك يا حبيبي من بعد. تتكرر المشاهد الإنسانية لاصطحاب رجال الشرطة لأبناء الشهداء إلى مدارسهم في كل المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد في لمسة إنسانية تؤكد على الرعاية والدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لأسر الشهداء، وأن التضحيات تظل خالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه، وتأكيدا على الدور الوطني الذي قدمه هؤلاء الأبطال لعزة الوطن ورفعته. يوم يا إما أنت بقى جيلي. أنا سايبك في إيد مصر اللي مش ممكن، هتنساني ولا تنساك وصدقني. أحب أشكر سيادة الرئيس على الاهتمام دايما بأسر الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم في داخل الوطن. شكرا لوزارة الداخلية وشكرا للرئيس. عشانك أنت، عشان بكرة، عشان ناس جاية بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح أنا فادتها، مدى الحضن اللي ربك واللي قواني. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة، ما تنساش كل النهارده صحاب بابايا جم يوصلوني، ودي اكيد حاجه تفرحني،
من وزارة الداخلية، أحب أشكرهم جدا، قعدت أشكرهم طول اليوم مش هقدر أقف بعدهم والله، بس أكيد طبعا فرحان بحاجة زي كده، هما دايما بيفكروا فينا ومش ناسيننا خالص. أنا وعدتك في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش، وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن أكمل عمري يا حبيبي. كنت دايما متعودة أن أفاقي هو اللي بيوصلني دايما أول يوم، عشان دي حاجة طبيعية. بعد كده دلوقتي بقى زمانات فابي هما اللي بيجوا يوصلونا، وبجد بيحسسني دايما ان بابي لسه موجود، لان هما وعندي واحد بجد بهب قوي قوي يوم ده عشان هما يجوا معايا. رعاية متكاملة تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء بخاصة أبناؤهم، سواء اجتماعية أو تعليمية أو معنوية، وفاء لتضحيات الشهداء التي سطرت دماؤهم الذكية ما ينعم به الوطن من استقرار. مع بداية عام دراسي جديد، تم اصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم تقديرا لتضحيات آبائهم في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذا الوطن، وهو تقدير يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية وتقديم الرعاية لأسر الشهداء. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.